بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، التواصل ما شاء الله جاري مع انطلاقة شوطنا الثالث، والشوط الثالث خصص للإبكار. نتمنى التوفيق والناموس يا الإخوة المشاركين هنا في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الذي يحمل الكثير والكثير من الآمال للملاك والمضمرين والمبدعين في هذه الرياضة العربية الأصيلة. ونحن نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس إلى الأخوة المشاركين الحاضرين المتابعين لكل هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. أذهب هناك إلى بلشة للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، النقلة على صدفة عبد الله بن المر بن حلوة الاكتبي. ثالثا هناك العاصفة لعبد الله بن علي بن عجيل، وفي المركز الرابع من الجانب الثاني اللي في المركز الرابع هناك ونتعرف عليها من تأتي اللي هي العزوم علام بن حميد بونواس. نقلتنا على المركز الخامس شعار عبد الله بن علي بونواس، أيضا حاضرا متابعا لكل هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة ما شاء الله تبارك الرحمن. بينما اللي في المركز الخامس اللي هناك من الجانب ثمانية شواهين لماجد بن علي أحمد علاي النقبي، سادس المراكز من تأتي في هذه اللحظات من ياسر سعيد بن راشد بن سعيد المزروعي عجيبة، سابعا وتعود ملكية سعيد بن علي بن واس الشتبي. المركز الثامن هنا من تأتي قرار سليمان بن عبد بن علي على عويسي، وتاسع المراكز هنا من تصل في هذه اللحظات اللي في المركز الأدنوك لعبد الله بن سالم الشاوي الاجتبي، وفي المركز التاسع من الجانب الثاني إرصاد حمد بن محمد مسهيل العامري، وفي المركز العاشر هنا تأتي قرار سليمان بن عبد العلي العويسي. هكذا أيها الأخوة كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام. الله يا بلشة 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 ما شاء الله اللي انفردت عن بقية المراكز وسيطرت على المركز الأول للدكتور سعيد بن سالم الشيخ. الله يا بلشة الله يا بلشة، لا تقربونها، بتبلشكم بلشة بتبلشكم بلشة. النقل على المركز الثاني هناك اللي هي العزوم لعلام بن حميد بونواس، ثالث المراكز صدفة عبد الله بن المر بن حلوة لاكتبي، المركز الرابع هناك من تأتينا شواهين لماجد بن علي بن أحمد علاي النقبي، وفي المركز الخامس اللي هي أرصاد لحمد بن محمد بن سهيل العامري. هكذا كانت نتيجتنا مستمعينا الأعزاء، هكذا كان القرار. وهنا النداء الأخير، يا سلام يا سلام يا المركز الأول. الله يا الدكتور هنا مسيطرا مع المركز الأول، صامدا على مقدمة الشوط مع بلشة بلشة بلشة. هل سوف تصمت؟ هل سوف تبقى بلشة؟ هل سوف تتحدى؟ هل سوف تتنافس؟ هذا والعلم عند الله. بلشة في المركز الأول مسيطرة على مقدمة هذا الشوط وصامدة على المركز الأول ما شاء الله. يا صدفة صدفة من غير ميعاد، صدفة من غير ميعاد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا بن حلوة الله يا بن حلوة، عبد الله بن المر بن حلوة لاكتبي من يقدمها هنا على أول المراكز. شكرا يا أبو حميد، شكرا يا بن حلوة على هذا الأداء اللي تقدمه صدفة حقيقة على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله تبارك الرحمن، أحلى مكان وأرقى مكان هو المركز الأول. ها هي لحظات وصولها واقترابها حقيقة من خط النهاية، معلنه الفوز والناموس. تهانينا لعبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة لاكتبي. المركز الثاني لحمد بن محمد بن سهيل بن عويضان، المركز الثالث دكتور سعيد بن سالم الشيخ، المركز الرابع علام بن حميد بن واسم، المركز الخامس شعار خامس المراكز سليمان بن عبد بن علي العويسي 4 32 41 جزء الثانية. تهانينا والناموس.